سلام، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. أنا هاني وهذه قناة القلعة السعيدة، ويا هلا ومرحبا فيكم. صيد النحل، أنواع النحل كثيرة جدا، ما بين اللاسع والغير لاسع. طيب كيف نصطادها؟ إيش نعمل؟ إيش نسوي عشان نصطاد النحل البري؟ ومن ضمنها كمان نحل الغير لاسع، لأني مثل ما كلمتكم من قبل، أنا أتوقع النحل الغير لاسع موجود في دولنا العربية، لأنه موجود في أفريقيا وموجود في آسيا وموجود في أمريكا اللاتينية. مش معقول أنه مش موجود في دولنا العربية، فالاحتمال الأكبر أن إحنا ما تعرفنا عليه أكثر، فممكن بنصادفه بنشوفه، بتجيني تعليقات أنهم شافوه لكن بحسب المواسم فما عاد بيعرفوا وين هو، فبينسوا وين كان، لأنه مش متوقعين أنه نحل بيعطي عسل، فهم لما بيشوفوه بيفكروه حشرات. فعلى العموم اليوم راح أوريكم طريقة صيد النحل، طريقة سهلة جدا، بسيطة جدا، ما تحتاج منك أي تكاليف بالموجود. فمن خلال صيد هذا النحل بنتعرف عليه أكثر، بنعرف كيف شكل النحل، كيف شكل الخلية من الداخل، لأنه قد يكون موجود في الجبال أو في الوديان والعين ما جت عليه، وإذا جت عليه العين راح تفكر أنه حشرة، وإذا فكرت أنه حشرة ما راح تهتم فيه نهائيا. فمن خلال عملية الصيد أو نعرف كيف طريقة اصطياده راح نتعرف عليه أكثر، لأن احنا بنشوفه من الداخل. وهنا الفكرة، هنا المهم ان احنا نتعرف على هذا النحل عن قرب منشان نعرف كيف نتعامل معه. فاليوم بوريكم طريقة عمل المصائد لصيد النحل البري بطريقة بسيطة جدا، ما تحتاج منك الا عبوة، علبة بلاستيك، اغطية بلاستيكية تغطيها علشان الظلام، وتسكرها تمام وتعمل لها مدخل، وكمان تحط فيها السائل اللي راح نتكلم عليه منشان ايش؟ منشان يعمل جذب للنحل. وكمان راح أوريكم خلية نحل من نوع الجتة، هي سكنت عندي في فرن الحطب، راح أوريكم طريقة إخراجها ونقلها إلى الصندوق بحيث إنك تحافظ على الملكة وعلى الخلية ما تخسرها. هذه الخلية الآن صار لها تقريبا شهرين ونص، خلاص فترة كافية إن أنا أنقلها الآن لصندوق. طيب بنحتاج أشياء بسيطة فقط، أشياء حادة المتوفرة. بسم الله، شايفين كيف الغراء دار ما دار على الباب؟ سبحان الله، عشان حماية لهذا الخلية. فشايفين المدخل سبحان الله جاي من هنا لغاية هنا، وبعدين يمشي لداخل الخلية. شايفين الخلية كيف الآن ملتصقة بشبك الفرن هذا وكمان بالصحن هذا، فالعملية معقدة شوية، فبحتاج أن أنا أخرج كل قطعة بهدوء بحيث أني ما أدمر أو أخرب برج الخلية، هو أهم شيء. أما هذا الغطاء الشمعي أو الأغشية الشمعية هذه ما فيها أي مشكلة، المهم برج الخلية اللي فيها الحضنة. وكمان الملكة لازم أحافظ عليها لأنها صغيرة جدا، أي غلطة بسيطة ممكن تقتلها مباشرة. طيب بحتاج أول شيء أن أنا أزيل هذه الأشياء شوية شوية، مشكلة كل الخلية ملتصقة فيه الحمد لله. فشايفين الآن هذا الطبقة صارت خلاص، الآن نشيل هذا الصحن، هذا الشبك صار باقي معانا، هذا الشبك واللي هو الأصعب، لأنه شايفين الخلية جاية من هنا وجاية من هنا، فمعناها أنها متداخلة مع بعض. كل هذه الأشياء اللي بتخرب أمرها سهل جدا، لأن النحل بيعاود يصلح كل شيء خلال يوم يومين، يكون عمل كل شيء، بس المهم هو البرج اللي هو فيه الحضنة واللي فيه الملكة. شايفين سبحان الله الآن بدأ يبان برج الخلية، شايفين سبحان الله، طبعا هذه خلية صغيرة، وهذا النحل أصلا من الأنواع الصغيرة جدا، فلهذا الخلية صغيرة جدا. شايفين سبحان الله هذه هي الأقماع اللي فيها العسل، أهم شيء إنه يكون عندك أشياء خفيفة وحادة في نفس الوقت عشان توصل للأماكن الضيقة. شايفين البرج الآن بيتحرك الحمد لله، معنا في إمكاني أن أشيله من دون أي تكسير. شايفين؟ أوكي، طالما أنه بيتحرك ممتاز، لأنه أهم شيء في الخلية وفي نقلها هو هذا البرج. بالنسبة لفصيلة النحل الغير لاسع الستينجلس بيس، أهم شيء في الخلية هو البرج والملكة. شايفين الآن البرج طلع معايا بالكامل زي ما هو الحمد لله. طيب هذا البرج، برج الخلية، وين الملكة؟ وينك يا الملكة؟
هاي الملكة، والله حصلناك يا ملكة. هذه هي الملكة، شايفين سبحان الله ما أصغرها، جميلة جدا. أيوه شايفين الآن أقمع العسل موجودة هنا وموجودة هنا كمان تحت. يا الله يا الله، شايفين كيف هي ملتصقة. ضايل هاي الأقماع اللي ملتصقة في الجدار، في جدار الفرن. طيب الآن خلاص بنحط الخلية في الصندوق. نحط أول شيء البرج. أول شيء نجيب من الشمع الرقائق الشمعية، منشان النحل يعاود يستخدم هذه المادة الشمعية لتغطية البرج، برج الخلية. خلال يومين بالكثير يكون النحل غطى البرج بالكامل بالرقائق الشمعية. ونحط كمان شوية من العسل، رغم انه الاجواء جميلة جدا، خلال يومين راح يكون معهم اقماع عسل، فمو مشكلة نحط لهم شوية والباقي نحتفظ فيه لنا ان شاء الله. فالآن لازم نحط، الأفضل طبعا ان احنا نحط الخلية في نفس مكان الخلية السابقة، لكن هذه الخلية كبيرة شوية فبضطر اني احطها بالقرب من الخلية السابقة، ولا هو الأفضل انك تحطها في نفس المكان، لكن مو مشكلة كبيرة لان المسافة قريبة والحضنة هنا والملكة هنا. فبمجرد يتعرف النحل على المكان يبدأ يعطي اشعار لزملائه ان المكان هنا. في شيء ثاني، ناخذ من نفس المادة الشمعية اللي هنا لأنها فيها نفس الريحة، ونحطها في مدخل هذه الخلية، في مدخل هذا الصندوق. هذا بيعطي تنبيه أو بيعطي الرائحة للنحل إنه خليتهم في هذا المكان، ونتركها كم ساعة لغاية ما النحل يتعرف على هذا المكان، يصير يدخل ويخرج لهذا المكان. فشايفين النحل بدأ يطلع ويدخل. خلاص نخليه ساعة ونرجع ونشوف. شايفين هنا خلاص النحل عمل المدخل، معناه خلاص نجحت عملية النقل الحمد لله. هذا أهم علامة، إذا النحل بدأ يعمل المدخل فخلاص النحل يتعامل بهذا المكان إنه بيته الجديد، فالحمد لله العملية نجحت. فشايفين سبحان الله الآن النحل بيجمع كل شيء، كل البقايا بيجمعها بيوديها على الخلية الجديدة، على السكن الجديد، ما يترك أي شيء النحل ابدا، سواء بقايا شمع، بقايا حبوب لقاح، عسل، اي شيء ما بيتركه، بيشيله وبيوديه على السكن الجديد. شايفين العسل اللي طلعناه من الخليه؟ يعني لا باس فيه، بالرغم ان الخليه هذه صغيره ولسه خليه جديده، مع هذا الحمد لله يعني كميه لا باس فيها. لان هذا النحل صغير جدا جدا، انتاجه للعسل اكيد راح يكون قليل جدا. هذا عسل للعلاج وفيه فوائد سبحان الله. لأنه من النحل البري، نحل بيرعى على الغابات، فعسله ممتاز جدا، عسل صحي وطبيعي 100%. شايفينها؟ شايفين؟ أقماع مليانة عسل. خلونا أول شيء نطلع حبوب اللقاح لأنها حامضة جدا. هاي حبوب لقاح لازم نخليها هنا على جنب. هاي لما نعصرها مع العسل بيخلي العسل حامض، رغم أنها فيها فوائد كمان. هذه حبوب اللقاح مفيدة جدا. شايفين سبحان الله؟ شايفين؟ لا إله إلا الله، روعة 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 سبحان الله. شايفين؟ سيمو سيمو، لا هذا عسل، عسل يا سيمو، ما راح تاكله. شايفين سبحان الله؟ هذا العلاج، هذا العلاج. طيب الطريقة العملية لعمل مصايد النحل البري، ما تحتاج منك إلا أشياء بسيطة، علبة بلاستيك تخرمها عشان الرطوبة تطلع. شايفين هنا خرمناها في الأسفل، في المنتصف، في الأعلى. طيب العلبة هذا الحجم مناسب اللي هو حجم 5 لتر. خرمنا الغطاء وحطينا فيه البايب هذا الماسورة، شايفين؟ عشان نعمل شكل المدخل. يعني الفكرة بسيطة، بإمكانك تعمل أي شيء، الفكرة إنك تعمل مدخل
لهذه العلبة لهذه العبوة. الخطوة الثانية نغطيها بقدر الإمكان إنها تعطي ظلام أكثر، فنغطيها بالبلاستيك الأسود. لازم النحل يحس بالعتمة مشان يحس بالأمان ويحس إنه بيت مناسب يسكن فيه، فهذه العملية مهمة جدا. فممكن على حسب نوع البلاستيك، إذا هو بلاستيك قاسي ومعتم زيادة بالإمكان تستخدم واحد كفاية، لكن هذا شفاف فبضطر إني أحط اثنين. فشايفين الآن العلبة صارت مظلمة من الداخل. بعدها بنضيف له السائل، هذا عبارة عن كحول وبروبليس عكبر. هذا السائل بيعمل عملية جذب للنحل، فالنحل بينجذب للمكان، بيدخل للمكان، بيشوفه آمن مظلم، فبيبدأ يعمل خلية فيه ويسكن فيه. وعلى فكرة ليش بنضيف احنا الكحول للعكبر للبروبليس؟ لشيئين، لغرضين. الغرض الأول انه يذوب العكبر. الغرض الثاني عامل مساعد لانتشار ريحة العكبر. فالكحول مهم جدا انك تخلطه مع العكبر. شايفين كيف بيرجع سائل؟ العكبر مادة قاسية، مادة لبنية قاسية، فمع الكحول بتصير مادة سائلة، فبنقدر نستفيد منها لعملية صيد النحل. صار جاهز معانا 5 علب. طيب الان بنحط المادة الجاذبة. فقط شوية بس. طيب الآن بنشيلهم ونثبتهم بالأماكن المناسبة اللي ما تكون معرضة للشمس مباشرة قوية، لأن إذا احترت العلبة هذه راح تكون طاردة للنحل، فلازم تكون في مكان مناسب، لا حر شديد ولا برد شديد. يعني مثلا هنا مناسب، ممكن نحط علبة هنا في هذا المكان. تعال هذه نثبتها هنا. طيب الثالثة نحطها هنا، تعالوا. شفتوا كيف طريقة نقل الخلية من الفرن؟ طريقة بسيطة جدا، وهذه الطريقة برضو نفس الشيء، سواء كانت الخلية هذه في جدار أو في شجرة أو أي شيء. الفكرة أنك تحافظ على الخلية نفسها اللي فيها الحضنة وفيها الملكة. كل ما حافظت على هذا الخلية من الداخل راح تنجح معاك عملية النقل، وما تخسر الخلية ولا تخسر الملك إن شاء الله بإذن الله. وشفتوا كمان طريقة عمل المصايد اللي هي بسيطة جدا، اعملها بالموجود بالمتوفر عندك، مش ضروري 5 لتر، أي حجم عندك. فالعملية راح تاخذ من أسبوع إلى 3 أسابيع تقريبا، وممكن أكثر. المهم إنك ما تظلك رايح جاي على المصيدة منشان النحل ما يخاف، لأنه أول ما يدخل النحل في المصيدة ما بيسكن مباشرة، لا بيظله رايح جاي رايح جاي لغاية ما يبدأ يطمئن ويبدأ يأسس في الخلية. ولما يبدأ يأسس في الخلية بتاخذ وقت علشان تتكون، فلازم تعطيها وقت كافي إنها تسكن وتأسس الخلية. وأنا عندما تسكن خلايا في هذه المصايد بعمل فيديو وأرويكم كيف تتعامل مع المصايد، كيف تفتحها، كيف تنقل الخلايا من دون ما تخسرها. فعلى العموم أتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وفادكم واستمتعتوا فيه. وأخيرا وليس آخرا، ادعموا القناة باللايك والاشتراك فيها، وتحياتي.